يعني مش شايف. نعم. عندي ابني توفى عندي سنتين ونص، يعني النهارده 25 يوم عمل حادثة، يعني الله العربية يرحمه خبطته. الله يرحمه الله يرحمه. يعني عايز أسأل، يعني أنا ببكي عليه يعني حرام ولا إيه؟ تبكي بدون تسخط على قدر الله، فإن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، ودمع العين ليس عليك فيه إثم، ولا تتسخطي قدر الله سبحانه، والله أعلم.